اول مره سنستقبل الشباك ديالنا في بنو بطوطه. اذا كان امتحان حقيقي باش نشوفوا رده الفعل ديالنا، القوه الذهنيه ديالنا، ديال المجموعه. ذلك ما حصل. فريق مدرسه بركان كان هو الاول، كان سباقا للتهديف ومبكرا وبشكل مبكر. من حسن حظنا احنا في الشوط الاول خلقنا فرص كثيره للتسجيل، ما تعاملناش معها بالشكل المطلوب، هما تراجعوا الى الوراء في دفاع متاخر، من حقهم يعتمدوا على المرتدات. انهكونا باللعب الطويل، وكنا مجبرين باش جرينا بلوس كو لابيتود، اكثر من ما هو معتاد. ربحنا كرات الثانيه اقل منهم. هما عندهم لي كاباري، يعني في القامات، في لي كاليتي مورفولوجيك هما احسن منا، عندهم تجربه افريقيه. حسينا بفريق يعني مؤسس، مهيكل، غودي، عندهم كذلك قطاع غيار في مستوى كبير. احنا خطابي كان جزء من الخطاب كان في هذا الاتجاه، بان من الان فصاعدا كيفما كان اسم النادي اللي غادي يلعب معنا خاصه في مدينه طنجه قد يفكر في الركون الى الوراء، ومن حقه، لان ولاو تيحترمونا، ولاو تيعرفوا بان احنا قوي في الهجمه المبنيه، كذلك عندنا حلول وافره في المرتدات، في التحول من الدفاع الى الهجوم سجلنا مع مره، وكذلك اذا اشتغلنا كثير حصص الفيديو، باسكو كانت عندنا غير جوج الحصص تدريبيه ما بين المقابلتين. عرفنا بان غوسو مودو زعما لاكس دو ترافاي اللي اشتغلنا عليه كثير هو الكره الثانيه، كيفاش نربحوها، كيفاش نديزاكتيفيو اللاعب البحري والميليو التيران ديالهم، يعني البحيري وكامارا بكر الهلالي، لاعبين بخبره كبيره لكن في متكاملين، لي كاليتي ديالهم يسو كومبليت، و سا سي امبورتون. خلقنا مشاكل كبيره. اذا ودرنا كذلك، اشتغلنا على الى ركنوا الى الوراء، كيفاش نبيرسيو كومون بيرسي لو بلوك با. كنا ترافايي، كنا عارفين بان ندوزو الاطراف يعني لا سوبيريوريتي نيميريك. ذلك ما حصل، دزنا ما مره عرضيات ما استغليناهاش، وكنا دايرين لوبسيون بي اللي هي الكرات الثابته، قد تكون يعني حل من الحلول لتسجيل الاهداف، وذلك ما وقع. فخور باللاعبين، من يشكر الله، اللي ما تيشكر الله ما يشكرش الناس، سي امبورتون. و جيمغي بيان رومارسي لي جوار، اللاعبين، جميع مكونات الفريق. اون بيب با تاكس، زعما ما نخلصوش الضريبه على الشكر، نقدر نشكر في كل ندوه. اذا المسؤولين عن الشان المحلي، رئيس الفريق، فريق العمل، سي امبورتون، الناس، الطاقم التقني، الاداري، الطبي، اخص بالشكر كذلك سي اسامه غريب، جندي الخفاء، ما تنتكلموش عليه كثير، كان حاضرا، دائم الحضور، دائم الاتصال، هو حلقه الوصل بيننا وبين الرئيس، هو الذي يشرف على الامور التقنيه، كان حاضرا بقوه، كذلك في الميركاتو، شوي جلس اللاعبين، هو الذي من فاوضهم. الاختيارات كانت حنا بشكل جماعي، لكن باش نعطيو للرجل حقه، هو ابن المدينه، ابن الدار، وجب تنويه بالعمل الذي يقوم به.